فعلا محمد، صافرات الإنذار تدوي في منطقة ناحل العوز. حتى الآن لا يعرف طبيعة الاستهداف إن كان بقذائف هاون أو برشقات صاروخية، لكن عادة عندما تدوي صافرات الإنذار في منطقة واحدة فقط تكون نتيجة لاستهدافها بقذائف هاون. ناحل العوز تقع مباشرة قبالة حي الشجاعية، وعادة قذائف الهاون يكون مداها قصير. هذه أيضا إشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رغم وجوده الكثيف في منطقة الشجاعية ورغم القضاء على مئات المنازل فيها بشكل كامل وتدمير أحياء كبيرة، إلا أنه على الأرجح يتم إطلاق قذائف أو رشقات صاروخية من تلك المنطقة أو المناطق المحيطة بها باتجاه ناحل العوز. لا شك أن هذا على إثر الرشقات الصاروخية التي كانت بالأمس، لكن بالأساس خلال الأسبوع الأخير توجه ضربة معنوية لإنجازات الجيش الإسرائيلي الميدانية في قطاع غزة، وسط شعور متزايد عند كثير من الإسرائيليين وحتى داخل الجيش الإسرائيلي بحسب تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية بأن ما يدعي الجيش الإسرائيلي أنها إنجازات حققها على الأرض في قطاع غزة نتيجة لاجتياحه البري بدأت تتآكل، خصوصا أن الجيش بحسب ما نشرت صحيفة آرتس بدأ يرصد استعادة لحركة حماس لقدراتها، يتحدث عن القدرات الميدانية في هذه المرحلة شمالي قطاع غزة، ويخشى من أن تستعيد حركة حماس قدراتها العسكرية في مناطق شمالية قطاع غزة. هذا الموضوع يحظى بمتابعة كبيرة جدا لدى الإسرائيليين وانعكس في وسائل الإعلام الإسرائيلية المكتوبة اليوم. اليوم الجمعة عادة ما تكون الصحف الإسرائيلية مليئة بالمواد التحليلية، وجميع هذه المواد تقريبا جميع التحليلات العسكرية تجمع على وجود حالة من شبه اليأس في إسرائيل، وأن الإسرائيليين كانوا يتوقعون في هذه المرحلة من الحرب أن تكون إسرائيل قد وصلت إلى إنجازات ميدانية أكبر في قطاع غزة، ربما باتجاه استعارة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.